السلام عليكم، مرحبا بكم في من جديد في القناة مع وصفة جديدة. اليوم سنقدم وصفة صحية جدا أو فطور صحي بالشوفان. من نعرف أن الشوفان صحي جدا، مفيد جدا للجسم والأمعاء. نبدأ في المكونات. عندنا كأس من الخرطال واللي هو الشوفان، كأس من الحليب، ملعقة سكر، حبات من الزبيب، الزبيب حنا نقولوا الزبيب او العنب المجفف، هذا او موزة للفواكه لديك الاختيار، وعلبة من الياوغت ايضا لك الاختيار في الذوق. هذا هو الشوفان الخرطال لما يعرفوش الشكل تاعو. جوج كيسان ماء لاني درتهم يغليو، نشرع باذن الله في الكيفيه. غادي نغلي عليه الماء، راح نضيف الشوفان تاعي مده 5 دقائق، نستمر التحليل. بعد اللي مرت حوالي 3 دقائق نضيف ملعقه سكر، نضيف حبات من العنب المجفف لك الاختيار، الزبيب احنا نقولو الزبيب. بعد اللي طاب لي الشوفان تاعي حطيته، نقوم برحيه، نرحيوه مليح، لكم الاختيار اللي بغى يرحيه اللي بغى يخليه كيما راه. انا نحب احسن اني نرحيه، نفضلو مرحي. يطحن جيدا كما تشاهدون. حاوليكم الشوفان تاعي بعد اللي قمت بطحنه، قدمته في طبق تقديم وزينته بالقليل من الموز والقليل من اللوز والكاوكاو، وتستطيعوا ايضا اضافة قليل من العسل اذا اردتم. حاوليكم الطبق تاعي جاهز، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا